السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله شباب هنتكلم النهاردة عن الفول ميتال كراون. والكراون ده بنستخدمه في حالات لما يكون عندي ديستراكشن كبير في الجزء الكورونال من السنة، أو في حالات مثلا علاج الإندو، في حالات علاج التيلت بتيس، في الحالات دي. والكراون ده بيمتاز عن الكرونات التانية بأن هو بيكون كونزرفيتيف أكتر، لأن أنا لما باجي أشيل بشيل مقدار 0.3 لحد 0.5 ده في الفينش لاين، على خلاف مثلا إيه السيراميك بيكون بنشيل 1 مللي، أو خلاف مثلا البورسلين فيوز ميتال بنشيل 1.5. تمام. برضو في نفس الوقت بنشيل من الاوكلوزال بتاعنا بنقطه، احنا بنقطه بيه من ناحيه البكل بنقطه 1.5، لان البكل ده بيكون فانكشنال، فبنقطه بيه 1.5 مللي عشان لما نيجي نعمل الكراون بنحتاج بلك عشان نستحمل معانا الفورسز اللي نازله اثناء الماستيكيشن واثناء الفانكشن عموما. من ناحيه اللينجوال بتاعنا بننزل بس مقدار 1 مللي. وطبعا بقى اثناء الشرح هنوضح كل المقاسات اللي هنشتغلها دي. تمام. وهنبتدي طبعا الاول بالاوكلوزال ريدكشن، وانا بفضل ان احنا نبتدي بالاوكلوزال ريدكشن. ليه؟ لان انا لما ببتدي بالاوكلوزال ريدكشن بقلل اللينس بتاع الكراونز نفسه، فده بيقلل معايا في الايه في الريدكشن بتاع السنه وبيخلي الموضوع اسهل بالنسبه لي. طيب هنبتدي الريدكشن بايه؟ باستخدام الستون اللي هو التي ار 12 مقاس 12 او مقاس 13، اللي هو تي بارد ستون ويز راوند اند، عشان نعمل الفينش لاين بتاعنا يكون اسمه شولدر. وقف معذره، عشان نعمل بس الفينش لاين بتاعنا بيكون اسمه شامفر، على خلاف السيراميك بيكون شولدر، وده بيكون حجمه اكبر يعني اللي هو 1 مللي، اما الشامفر بيكون نص. تمام. بنستخدم ده عشان نعمل بي ريدكشن، وبيبقى برضو متواجد معانا اللي هو النيدل او الفاين ستون، دي بنستخدمها علشان نفتح بيها الكونتاكت في البروكسيمال اريا. دي في الاوكلوزر ريدكشن بان احنا بنحط جروفات ما بين الكاسبات، بننزل بمقدار الستون كله اللي هو 1 مللي، ونبتدي نعمل ريدكشن للايه للكاسبات سواء بقل او لينجوال، وبعد كده بننزل الاوكلوزر من البقل ومن الايه اللينجوال. يعني بسم الله. بننزل بالدبس بتاع الايه الستون كامل. تمام. ونخلي بالنا برضو اثناء ما احنا شغالين ان احنا ما نعملش انجري للايه للادجيسنت توز بتاعتنا، ونخلي ان احنا نشتغل بايه دقه اكتر. يعني كده احنا خلصنا الجروفات اللي هتبقى موجوده، كده احنا زي ما قلنا خلصنا الجروفات بتاعه البقر، هنبتدي نعمل جروفات في الايه في اللينجو ما بين الكاسبات وعلى الاطراف. كده احنا خلصنا الجروفات اللي عملناها، ابتدينا نعمل ريدكشن في الكاسبات من الجروف للايه للجروف الثاني. عارف الموضوع هيكون صعب في الاول، ولكن محتاج الايد بتاعتنا تتعود اكتر، ونمسك الاكتر الايه نمسك اكتر الهاند بيس ونشتغل، والموضوع ده بيجي مع الوقت ان شاء الله. تمام. ده شكل الجروفات بتاعتنا. تمام. هنبتدي دلوقتي نعمل الشكل بتاعنا بتاع الريدكشن. بسم الله. Thank you.
نحط برضو في اعتبارنا ان التيب بتاعت الستون دي لازم تكون لمسه السنترال ايه السنترال جروف بتاعنا، ناخد شكل زجزاج شيب برضو. تمام، نبتدي دلوقتي نعمل رشه للايه للديستال. طيب نخلي بالنا لان هو قصد ايه صغير، مش مخليين مش عايزين نبوظه يعني. كده احنا يعتبر خلصنا الريدكشن المبدئي للاوكلوجن من جوه. تمام، يكون سموث برضو، يكون في سيمتريكال تناسق ما بين ايه الكاسبات وحجمها، وهنبتدي ننزل بالايه بالهايت بتاعنا بس بعد ما نخلص الايه الجزء اللينجوال ريدكشن. تمام، نبتدي دلوقتي نعمل الريدكشن للايه اللينجوال كاسب بتاعتنا. تمام، بنفس الاسلوب برضو احنا عملنا جروفات قبل كده، نبتدي نعمل ريدكشن للكاسب من بسم الله. كده احنا يعتبر برضو خلصنا ايه جزء الاوكلوزر ريدكشن، فاضل بس ان احنا ننزل بالهايت بتاعنا 1.5 مللي من ناحيه البكل و1 مللي من ناحيه ايه اللينجوا. تمام، وبعد ما بننزل بنحاول برضو نظبط الريدكشن بتاع الايه بتاع الاوكلوزر. هنبتدي الاول ننزل من ناحيه البكل. تمام، بننزل بيه 1.5، هنبتدي ننزلها كلها مع بعضها. ونبتدي برضو نفس الكلام ننزل الواحد بتاعنا من ناحية اللينجوال، بحيث ان اللينجوال والبكل يكونوا الاثنين في نفس المستوى او يكون اللينجوال اعلى حاجة بسيطة من البكل. تمام، بنفس الطريقة الصوت حلو. وده كده منظر الايه السنه بتاعنا بعد ما نضفنا التراب اللي فيها. واضح طبعا ان احنا بعد ما نزلنا من البكل ومن اللينجوال بدا عن شكل الاوكلوزال يبوظ تاني، وهنبتدي نعمل له ريدكشن تاني، نصغر ندي كل قصب الايه الحجم بتاعه. تمام، هندي لكل قصب الايه الحجم بتاعه، وما نعتمدش ما نبصش نقول ان احنا نزلنا او ما نزلناش بالادجستنت توس، لا احنا نعتمد بحجم السن، لان السن اصلا حجمها كان عالي واحنا كده نزلنا بيها كلها.
تمام. فاحنا دلوقتي هنظبط تاني، نعمل ريدكشن تاني للايه، للكسبات بتاعتنا كمان مره على على اللينس اللي احنا نزلناه ده، تمام، وبالراحه، ونحاول نرسم يعني نتعامل معاه لانها رسمه. هنبتدي برضو ايه دلوقتي نعمل نفس اللي عملناه في البكر، نعمل الريدكشن بتاعنا على الجزء اللينجوال برضو، تمام. كده احنا يعتبر خلصنا جزء الريدكشن بتاع الايه، بتاع الاوكلوزال بتاعنا، تمام. كل ده هيبدا يبان ويوضح في النهايه مع الفينشنج والايه واللي هنبتدي نعمله. دلوقتي احنا هنعمل